كمان دكتور احمد، عايز اعرف ازاي اثرت حرب 73 في اعاده رسم معادلات القوه، يعني لو مثلا قلنا في الشرق الاوسط في العالم ككل، ازاي الحرب عملت او اثرت في ده، يعني رسم معادلات القوه يعني للمنطقه. هو طبعا يعني لا شك ان 67 كان فيها هزيمه للجيش المصري، فطبعا الهزيمه دي برضو بتطبع اثرها على وضع الدوله طبعا. ومن هنا فان يعني الانتصار الذي تم الحمد لله بفضل الجيش المصري وتوفيق ربنا الحمد لله، لان برضو هذه الدوله احنا لما نبص دلوقتي هي متفوقه عسكريا وعماله تعربد، برضو كانت اكثر تفوقا مننا يجب ان نعترف، ومع ذلك الجيش المصري الحمد لله استطاع ان يضع حدا حتى للعباره المشهوره الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر، لا يقهر صحيح. والموانع الماديه اللي كان حاططها خط بارليف ومش عارف النابالم اللي في قناه السويس، كل حاجه الحمد لله كانت القياده العسكريه والقياده السياسيه وقتها حسباها وبالتالي معده لها، بالتالي كان هذا سبب من اسباب يعني تحقيق النصر، بل هو العوامل الاساسيه في هذا الخصوص. خالد، بس معركه عسكريه في الجيش ومعركه ايضا قانونيه في استرداد اخر شبر في سيناء في ارض طابا، الدروس المستفاده وازاي احنا اتعاملنا مع هذا الامر، يعني حضرتك طبعا علامه في القانون الدولي يعني. وانتصرنا كمان زي ما بتقول في المفاوضات بالظبط، يعني احنا حققنا النصرين سواء عسكريا بان احنا خدنا حرب 73 او حتى على مائده المفاوضات في استرداد طابا اخر قطعه ارض مصريه كانت محتله من قبل يعني دوله اسرائيل. وطبعا حضرتك عارف سيادتك برضو ادرى بهذا ان ما يعني ما دام في نزاع مسلح واحتلال لاراضي، ف يعني طريقين اساسيين لانهاء هذا النزاع. العمل العسكري اذا لم يوافق الطرف الاخر على الخروج طواعيه واختيارا طبعا، ودي طبعا كانت هذه الدوله هكذا، فكان لابد من زي ما بيقولوا تحريك القضيه عسكريا حتى نتوصل الى المرحله اللي سيادتك ذكرتها هذه، وهي العمل على يعني تحقيق المراد عن طريق العمل الدبلوماسي والعسكري والقانوني وقصدي والسياسي والقانوني والقضائي او التحكيمي دلوقتي. فهو ده اللي حصل في هذا الخصوص، بالتالي يعني يعني كان الطرف المصري معد اعدادا جيدا في هذه الحاله، لم يكن الاستعداد لهذه الحاله استعدادا عسكريا فقط في صوره القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وكلها أسلحة وفروع معروفة للقوات المسلحة المصرية ولعبت دورا كبيرا في هذا الخصوص وفي تحقيق النصر وفي إلجام هذا العدو الغادر الذي يعني دائما ما يعتدي علينا إلى أن جاءت معاهدات السلام. كل هذا يعني يعني أدى إلى أن في النهاية وصلنا إلى مرحلة المفاوضات، وتعلم سيادتك وسيادتك حضرتك أن عقدت معاهدات السلام في سنة 1979 صحيح. كانت بتنص على يعني من بين بنودها على انسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية، وأنه إذا حدث يعني خلافات بين الطرفين فعلا إسرائيل، وكان في انت عارف سيادتك عارف وسيادتك حضرتك عارفه ان كان في 14 علامه من علامات الحدود محل خلاف بين يعني ظهرت اثناء المفاوضات، الطرف الاخر مش عايز يعني يحل طواعيه، فهنا كان في بند بيقرر ان اذا فشلت المفاوضات بيتم اللجوء الى وسيلتين، وسيله غير قضائيه وهي محاولة التوفيق بين الطرفين مصر وإسرائيل، وحتى تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وقتها أعتقد كان الرئيس كارتر صحيح، ها وفشلت مسألة التوفيق بين الدولتين، فهنا طبق البند الخاص بالتحكيم ك يعني وسيلة
لحسم النزاع. وتعلم حضرتك ان التحكيم كالقضاء الدولي زي محكمة العدل الدولية، اي حكم يصدر ملزم ونهائي كمان، مفيش درجة تانية، مش استئناف ولا نقض ولا كلام زي كده. ففعلا صدر الحكم الحمد لله لصالح مصر في اغلب النقاط، خصوصا النقطة الأهم في هذه النقاط الـ 14 وهي العلامة 91 اللي هي في منطقة طابة. طيب في حاجة كمان كنت عايزة أسأل حضرتك، فكرة الانتصار بعدين معاهدة كامب ديفيد بعدين إلى أن استردينا طابة في 89، يعني انتصار على جميع الأصعدة، ده مثلا وجهة نظر حضرتك تقييمه إزاي في يعني عرف القانون الدولي الانتصار في كل المحاور دي؟ أقولك أنا أعتقد أن السبب الأساسي في هذا أنك صاحب حق. أيوة. صاحب حق يبقى إذن الطرف الآخر قلق، ولذلك حتى احتلال هو عارف أن في يوم من الأيام، والتاريخ مجريات التاريخ تؤيد ما أقول، أي احتلال يوما ما سينتهي. فإذا كان في وضع قلق، إنما أنت على أرض صلبة واقف يعني قلبك جامد، حتى انطلاق الجنود أنت كلنا شفنا وقت بدايات الحرب وأثناءها كله عارف إن ليا حق لازم أخده، ومضى حق وراءه مطالب وراءه مستعد وهكذا. فإذا يعني لا وراءه مطالب كمان لسنوات كثيرة. عدنا من 67 ل 73، يعني 6 سنوات هي، ودي الحمد لله فترة برضو قليلة بالمقارنة بأكثر من 70 سنة هم مع فلسطين وحاجات زي كده. وهذه الدولة زي ما قلت هي دولة تريد استمرارية وتثبيت الأمر الواقع إلى أقصى حد ممكن، بل حتى لغاية دلوقتي الرئيس الوزراء الإسرائيلي يذهب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومعاه الخريطة من النيل للفرات. إيه ده؟ وده عايش فين؟ ده يعني يعيش بلغة الماضي. زمان طبعا، وزمان كان في القرن الـ16 والـ14. احنا ممكن بس نبعت له يا فندم الصور الجنود وهم لابسين الكاستور فيرتد الى الواقع بتاع هزيمه 73. يلا ان شاء الله يهزموا ان شاء الله في كل حاجه ان شاء الله. لان الحق ما دام الحق معانا يبقى اذا هو اقوى سند في هذا الخصوص. استاذ لا اتفضل يا استاذ. القانون الدولي يا دكتور احمد اتغير بعد انتصار 73، بعض البنود بتاعته، تعامله مع الصراعات في الشرق الاوسط، النظر للدول العربيه وللقوى العربيه تغير كثيرا ما بعد عبور 73؟ لا هقول لك لا. ليه؟ القانون هو القانون. بمعنى ايه؟ ان القاعده القانونيه قاعده موجوده، اللي بيحدث هو مخالفتها. يعني لكن حتى التعامل يا فندم، ده التعود ده حاجه سياسيه بقى دلوقتي. انما هاجي لها برضه، انما القانون هو القانون. بمعنى ايه؟ حرب 73 انطلقت من ايه؟ من وجود احتلال، طرد المحتل ومقاومه الاحتلال، امر مشروع دوليا. هو دوله، اي دوله مهما كانت اذا احتلت اراضي معينه يعني عايزه تقعد كده ولا يحدث اي قلاقل لها ومقاومه ليها، يعني زي ما بيقول الأديب تريد أن تنام قرير العين هانيها، لا ما ينفعش. وبالتالي إيه؟ يبقى إذا ده في القانون الدولي من حقي كذا كدولة. ما أنا كنت عايزة أعرف، عايزة برضو أضيف بس على كلام أستاذ مصطفى، إن حرب أكتوبر كانت بتعتبر لو بنتكلم عنها قانونيا شرعية، في يعني من فكرة الدفاع عن النفس في القانون الدولي وتحرير الاراضي. ما هي كده. ما دلوقتي اصل دلوقتي في احتلال. ايوه، يبقى في اعتداء ولا مفيش؟ في اعتداء. خلاص من حقي ادافع فورا. الماده 51 من ميثاق الامم المتحده بتنص انه ليس في ميثاق الامم المتحده ما يضر بالحق للدول فرادى او مجتمعين. أيوة. لوحدك او مع اخرين. في الدفاع عن انفسهم اذا ما اعتدت قوه مسلحه على هذه الدولة. فهذا الدفاع الشرعي الفردي والدفاع الشرعي الجماعي مباح لطرد المحتل وما يقوم بالاحتلال. أيوة. صحيح دكتور أحمد. أعتقد كمان أن المجتمع الدولي نظرته تغيرت لمصر بعد 73. أيوة، هنا بقى نيجي للنقطة السياسية اللي سيادتك أشرتها. وطبعا
انت ما تكون منتصر وتكون استرديت حقوقك زي اي فرد عادي برضه، بتبقى نظرتي ليك مختلفة عن ما سبق. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. فبالتالي الحمد لله هذه يعني الحرب أرجعت لنا يعني جزء كبير جدا، ده تقريبا تلت الدولة المصرية. سيما تلت الدولة، تقريبا تلت الدولة المصرية. أيوة. فما تشوف انت اما تلاقي تلتين من جسمك صحيح يعني مش موجودين هتعيش ازاي حتى؟ فاذا كانت هذه الحميه، وده كان ليه اثر يا فندم بعد هزيمه 67 على الروح المعنويه للشعب المصري وعلى الاحساس بالانكسار، لدرجه ان احنا وصفنا ما حدث بنكسه وليس هزيمه 67. بس هو دوا، خلي بالك دوا كان في اعقاب تلك الحرب. صحيح. انما بعد كده الاستنزاف، الحمد لله تم. صحيح. التماسك. صحيح. والاستعداد بدليل ما تم ان ده طردت بعد حوالي 6 سنين. مع ان حرب الاستنزاف يا فندم كمان مهمه جدا في التاريخ العسكري المصري، وده برضو علامه. صحيح. من علامات. صحيح. الثبات. صحيح. واخد بالك، بدليل ان بعد 6 سنين زي ما بقول لك تم طرد هذه الدوله، وهي دوله زي ما بقول لك ما كانتش بتحارب لوحدها برضو زي دلوقتي. صحيح. امريكا كانت معاها، وبرضو الجسر الجوي ده رايح. صحيح. جاي وده. فإذا الحمد لله إن ربنا يعني وفق الجيش المصري، وهذا أمر طبعا مدعاة للفخر طبعا والاعتزاز طبعا، من جانب أي مصري في هذا الحمد لله. وهنفضل دائما معتزين وفخورين يعني إلى يعني الأبد.